بتجنني. الورقه دي ازاي طلعت من مكتبك وراحت لمكتب المحامي الخصم؟ وفي غيره يا استاذ وائل. وائل مين؟ ابن اخت الاستاذ مهدي؟ طبعا هو اللي كان عنده الملف من الاول وعارف قد ايه الورقه دي مهمه، هو اللي كان موجود في الاوضه لما سبت الملف على المكتب وخرجت. طب ما قلتش الكلام ده ليه للاستاذ مهدي؟ اقول له ايه؟ اقول له ابن اختك حرامي وخسرك قضيه مهمه عشان غيران مني؟ تفتكر يعني هيصدق الكلام ده؟ اه طبعا ليه لا؟ عشان دي مجرد شواهد نظريه ما فيش عليها دليل واحد. وبعدين هفترض معاك انه صدقني. تفتكر هيعمل ايه؟ هجيب لك حقك يا ابني. منين؟ من ابن اخته؟ طبعا ليه لا؟ عشان فضيحته تبقى بجلاجل. بدل ما الفضيحه تبقى لقد ورقه اتسرقت من المكتب تبقى فضيحه للعيله كلها. طب لك يا اساءه كده ليه؟ مساله ياس ولا حاجه يا استاذ. دي واقعيه. الشله دي ما ينفعش حد يشيلها غيري. يعني انت مش ناوي تثبت براءتك؟ عشان ايه؟ نروح اشتغل وسط ناس بيكرهوني؟ لا يا عم الله الغني. لا تثبت براءتك عشان اسمك عشان سمعتك. انا خلاص كلت القلم ومهما عملت مش هتفرق. انا دلوقتي راجل متجوز ولازم اخد بالي من بيتي وامي ومراتي والعيال اللي انا عاوز اجيبهم. عشان البيت ده يتفتح يا استاذ لازم تشيل المصيبه اللي عليك دي. عشان البيت ده يتفتح لازم ادور على شغل. ده اللي عمله من بكره. استاذ شاكر عنده حق، انا كمان مش موافقه. عنده حق في ايه بقى؟ انت عاوزين ننسى الدنيا بحالها وافضل قاعد فاضي للموضوع ده؟ ده مش اي موضوع يا نادر، ده اسمك وسمعتك قدام الناس. انت عارف عشان احط موضوع زي ده في دماغي وافضل اجري وراه لغايه اما اثبت ان مش انا اللي عملت كده هاخد وقت قد ايه؟ ان شاء الله سنه. ونصرف منين بقى السنه دي؟ ارجع شغلي. قلت لك ما تجيبيش سيره الموضوع ده تاني. وبعدين انا مش راجل عويل عشان اقعد صايع ومراتي تصرف عليا انا امي. محدش يقدر يقول عليك كده، انا بس صعبان عليا انك تتظلم. ربنا ما ينساش حد وان شاء الله هيجيب لي حقي. ايوه يا نادر، بس ده شكلك قدام الناس دي تهمه وحشه قوي. والله اللي يصدق فيا حاجه زي كده يبقى ما يلزمنيش رايه. وبعدين يلا بقى انها ما خايف من كتر الكلام. وشها طلع نحس كمان يا منيرة. مش كفاية اختي ابنها على عيبها، كمان هتنحس لنا الواد. استغفر الله العظيم، نحس ازاي بس يا نادر؟ يوه ما هي باينة زي الشمس اهو. نادر بسم الله ما شاء الله كان ماشي في شغله زي الفل، يا دوب اتجوزها من هنا والمصيبة دي حصلت. ويا عالم ايه مستنيه تاني. ربنا يستر. والله انا متنكدة اخر نكد ومش عارفة اعمل ايه. بس العمل عمل ربنا بقى. لو احنا نجيب المصيبة لحد عندنا هنا في البيت ونقول نعمل ايه؟ المهم نادر اخباره ايه دلوقت؟ الحمد لله. والله تعبت من كتر الكلام معاه، بس هو راكب دماغه. هنعمل ايه معاه يعني؟ ما انا جايه لحضرتك عشان نشوف حل. ايه ده؟ مين القمر دي؟ الحب القديم ده ولا ايه؟ لا لا لا، مالكيش دعوه بالحاجات دي، حطيها مطرحها. هو فين دلوقتي؟ زي كل يوم نزل يدور على شغل في مكاتب المحامين، بقاله اسبوعين على كده. يا نادر انت زي اخويا، علشان كده انا ما حبيتش اخبي عليك. ولحقوا امتى عرفوا كل المكاتب؟ يظهر ان الواد ابن اختي مهدي ده مسيح لك جامد. هو مش مكفي اللي عمله فيا؟ كمان بيحاربني في لقمه عيشي؟ اروح اقتله يعني؟ لا لا لا، واحد الله نجم. بقول لك ايه؟ انت عايز الكلام اللي من الاخر؟ انت محتاج تختفي لك شويتين كده لغايه لما الحكايه دي تتنسي. لكن دلوقتي انسى ان في محامي فيك يا مصر هيرضى يشغلك عنده. اختفي ازاي بس يا صلاح؟ وفين؟ ما اعرفش يا نادر، اتصرف روح اي حته. لكن انت كل اللي بتعمله ده اسمه تضييع وقت. اختفي لك قد 6 اشهر سنه تكون الناس نسيت يا اخي. بقول لك ايه، ما تزعلش مني في الكلام اللي بقوله لك ده، لكن انت عايزني اصالحك احسن ولا اكذب عليك؟ اتفضل بالهنا والشفا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ليه تتعبي نفسك بالشكل ده؟ تعب ايه بس، هو انا عامله عزومه؟ ده اكل فرد واحد، وبعدين طبخت لحضرتك كام حاجه وسبتهم في التلاجة يا دوب تسخن وتغلى. تسلم ايدي، اقعدي كل معايا بقى. لا انا هروح اكل مع نادر زمان وجاي من بره. بس حضرتك ما قلتليش هنعمل ايه؟ انا مقتنع باللي انت قلته لي، بس ازاي نتلم عليه؟ طيب اجيبه لك هنا. لا لا، انا هقدر اجيبه بمعرفتي وبعدين ابعت لك.
بس يا رب بقى ما نشفش دماغه عشان ما تعصبش عليه وهو مش ناقص. يلا اتفقنا؟ اتفقنا عن إذن حضرتك. مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، منهم لله ولاد الحرام. يعني حتى الشغل اللي بعيد عنهم مش سايبينه؟ مفيش محامي هيشغل عنده واحد حرامي. قطع لسان اللي يقول كده. اللي يقول مفيش مكتب في مصر ما وصلتلوش الحكاية كلها يا ماما. بالآخر كده أنا اتقطع عيشي في شغلانة المحامي دي خلاص. طب وناوي تعمل إيه يا حبيبي؟ بقولك إيه، ما تروح للراجل اللي كنت شغال عنده وتحاول كده تتكلم معايا، يمكن ربنا يهديه. مين؟ مهدي عصفور؟ ده ما صدق شايلها لي، وهتلاقيه فرحان ان عملني عبره قدام كل المحامين. خلصت خلاص يا ام نادر. يعني ايه خلصت يا حبيبي؟ خلصت بقى، بكره هنزل ادور على شغلانه تانيه. شغلانه ايه بس؟ اي شغلانه والسلام. ولا عايزين افضل قاعد في البيت عواطلي كده لغايه لما ما نلاقيش ناكل انا ولا انت ولا حنين؟ بعد الشر. هي فين صحيح؟ وش السعد جت اهي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت فين يا حنين؟ كنت عند استاذ شاكر، بس كلمته الصبح لقيته تعبان شويه فروحت له. تعبان؟ لا يعني ده شويه برد مش حاجه تخوف. خلاص يبقى نطمن عليه بالليل بقى ان شاء الله. ماشي، ربع ساعه والاكل يكون جاهز. اللهم صلي. ربنا يفتحها في وشك يا حبيبي، منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد يقف في طريق ابني. حسبي الله ونعم الوكيل. يا أستاذ حضرتك ظلمني. إياكي إياكي تكذبي تاني، أنا فوتها المرة دي، بعد كده مش هفوتها. أنا مش فاهمة إيه اللي فكر حضرتك بالموضوع ده تاني. قلت أديكي فرصة يمكن تيجي وتعترفي بالحقيقة، لكن أنت بقى تخيلك إن أنا نايم ولا اقتنعت بالفيلم اللي عملتيه أنت وواقف؟ لما حضرتك عارف إنه فيلم مشيت نادر ليه؟ ما كانش عندي حل تاني، ولأن نادر مهمل ويستاهل اللي قراره. ازاي ازاي يسيب وائل يعمل فيه كده؟ وانت بقى اللي انا مش فاهمه بقى، ده بتعملي في نادر كده ليه؟ علشان جرحني يا استاذ واهني وما قدرش اللي انا بعمله علشانه. جرحني؟ بقول لك ايه، كيد النساء وشغل الستات ده انا ماليش فيه، والعلاقه اللي بينك وبين نادر دي ما تهمنيش. ان شاء الله حتى تاكلوا بعض. انا اللي يهمني واقف عنده تكذبي عليا يا استاذ، ولا اللي يكذب عليا ما برحموش. يا استاذ انا شغاله مع حضرتك بقالي سنين وعمر ما حصل مني حاجه تزعلي. وهو حصل يا اختي. وبعدين وائل اللي انت ماشيه وراه ده مش هينفعك. المكتب ده ليه صاحب واحد بس. انا عارفه، واستاذ وائل ملوش دعوه بالموضوع ده خالص. خلاص خلص الكلام، عندك شهر خصم، والغلطه الجايه مش عايز اشوف خلقتك هنا في المكتب. اتفضلي على شغلك. يعني انتوا عاملين عليا الفيلم ده عشان تقولوا لي الكلمتين الفارغين دول؟ كلمتين فارغين ايه يا واد انت؟ طبعا فارغين. مكتب ايه اللي انتوا عايزين افتحه؟ وانا لا اكل لما افتح مكتب. ما انا قلت لك خد الشبكه بقى يا ناد. وانا عندي قرشين حلوين، خدهم يا عم حلال عليك. ايوه واكيد مامتك هتساعدك بحاجه. عشان ايه كل ده؟ عشان افتح مكتب اقعد انش جنبه؟ مين قال كده؟ ده انت اشطر محامي في الدنيا. مش بالكلام يا حبيبتي. مكتب زي ده عايز له مش اقل من سنتين عشان يبتدي يشتغل. قولي لي بقى هنصرف منين الفتره دي كلها؟ طب ما انا قايله لك اني ارجع الشغل وهنساعد بعض. وانا قلت لك ما تجيبي سيره الموضوع ده تاني. يا ابني يا حبيبي البنت عايزه تساعدك. وانا مش عايز مساعده من حد. مكتب ايه بس يا جماعه؟ دي ناس بتقول عليا اني ببيع ورق الموكلين اللي عندي. انهي مجنون ده اللي هيجيب قضيه عند واحد سمعته زي؟ ما يبقاش نفسك قصير قوي كده. مش مساله نفس قصير ولا حاجه، انا راجل واقعي، شغلانه المحاماه دي انا مش هشتغلها تاني. امال هتعمل ايه بس؟ تشغلوش بالكم انتوا، انا هتصرف ان شاء الله. اللي عرضناه النهاردة ده مجرد حلقة من مسلسل التجاوزات والنهب اللي بتقوم بها مجموعة شركات الصفوة، وأوعدكم إننا هنكمل، يمكن حد في البلد يسمعنا ويعمل حاجة. أشوفكم بكرة في نفس الميعاد، تصبحوا على ألف خير. ميرسي. شكرا. شغل عالمي يا أستاذة، الحلقة كسرت الدنيا. لحقت كسرت الدنيا امتى؟ ما احنا لسه مخلصين وحضرتك موجود معانا اهو. ايوه بس رأفت مصباح صاحب الصفوه كلمني اكتر من يجي 8 مرات وانت على الهوا. كلمك عايز ايه؟ عاوز نلحقه طبعا. انا صحيح ما ردتش عليه،
لكن ما هياش بالصدفة يعني انه يكلمني دلوقتي واحنا متخاصمين بقالنا يمكن اكتر من يجي شهرين ومفيش بيني وبينه اي اتصالات. بص يا احمد بيه، انا وافقت ان انا اعمل حلقة النهاردة عن مجموعة شركات الصفوة، مع اني عارفة تماما انك بتصفي معهم حسابات. بس انا ما تبلتش عليه، البلاوي دي تخصه هو فعلا. ايوه، انا عشان كده وافقت ان انا اعمل الحلقة. بس ما ينفعش بكرة تيجي تقولي وقفي شغل، اصلا انا اتصالحت مع الراجل. لا لا لا، صلح مين؟ ده لازم يجيني الاول على ركبه قبل ما افكر ان انا اصفي معاه. وانا مش كلب الحراسة بتاعك، يعني مش كل ما هتزعل من حد هتزقني عليه عشان اخده. ليه كده؟ انا ما اقصدش، الحكاية مش كده ابدا. لا، هي الحكاية كده بالظبط، وانا بقى الطريقة دي في الشغل ما بتعجبنيش، مش ماشية معايا. عشان كده محتاجين نقعد مع بعض انا وانت يا احمد بيه ونتفق على السياسة التحريرية بتاعة البرنامج. وماله، نقعد ونتفق. تحب امتى سيادتك؟ يناسبك بكرة امتى؟ وانت ازاي يا حنين؟ ما كلمتنيش تقولي لي على اللي حصل ده كله. بص يا اشرف، نادر لسه ما فكش من الحكاية اللي حصلت يوم الفرح، ويعني مش عايزك تعرفيني تاني. صح؟ عنده حق، بس والله العظيم ان انا مظلوم. انا عارفة والله، وكنت لسه هتكلم معاه تاني، بس جت مشكلة الشغل دي وطربقت كل حاجة على دماغي. معلش، انا لولا معزتك عندي ما كنتش جيت وقابلتك النهارده. انا مش عايزه اعمل اي حاجه من ورا نادر. جدع، لازم تسمعي كلام جوزك، وبرده لازم تطمنيني عليك على قد ما تقدري. حقك عليا والله، غصب عني. مش عبيطه، الاخوات ما فيش بينهم حقك عليا والكلام لهبل ده. ان شاء الله بكره هتتحل. سيبك من بكره، خلينا في دلوقتي. انت مزنوقه في قد ايه؟ منين بس؟ منين ايه؟ مالكيش دعوه، انا هتصرف. طب وهقول لنادر انا جبت الفلوس منين؟ قولي له اي حاجه. انا بقولك اني مش عايز اكدب عليه. بص لو زنقت معايا قوي هكلمك. ماشي ماشي، طب يلا بقى توكلي على الله عشان متأخرش على جوزك. خلي بالك من نفسك يا اشرف. حاضر، يلا. قلت يا نادر، بس انت كده بتظلمني قوي. مش مهندس ايه بس يا عم؟ طب تعال اسال كل استوات النجاره اللي عندي بياخدوا فين. لو لقيت واحد فيهم بياخد جنيه ازيد منك يبقى لك الكلام. بس انا مش نجار يا باشمهندس. ما قلناش حاجه، انت راجل فنان وايدك تتلف في حرير كمان، لكن في الاخر الشغل اللي هتعمله لي هيدخل تحت بند النجاره. لا، انت عارف كويس ان الكلام اللي بتقوله ده مش مظبوط. لازم اعمل لك حليات وتحف وانتيكات، وتحاسبني زي نجار باب شباك. لا، انا مزودك فوق نفحته من نفحه تاني. بص يا باشمهندس، بالاخر كده يعني، وعشان خاطرك انت انا هاخد منك دبل ما بتديهم. بعدين ما تنساش انت تكسب قد ايه من ورا الشغل اللي هعمله لك ده. وانا موافق يا عم، نقرا الفتحه. هي يا مدام نهال. الله، هو مفيش غيرك في المحطه ولا ايه؟ انا عايز افهم بقى، انا صاحب المحطه دي ولا قاعد فيها لا مؤاخذه تقربش؟ لا ما تقولش كده، لكن انا صاحبه البرنامج، البرنامج بتاعي. بتاعك ازاي لا مؤاخذه؟ هو انت بتذيعي البرنامج ده من بيتكو ولا من المحطه بتاعتي؟ بص عشان نختصر الكلام، المحطه طبعا بتاعتك، بدليل ان فلوس الاعلانات بتدخل جيبك مش جيبي، لكن اللي بيتقال بقى في البرنامج ده شغلي انا مش شغل حضرتك. اولا انت ما تتكلميش عن فلوس الاعلانات، يعني هل لانك بتاخدي اخر الشهر فلوس على قلبك قد كده؟ ثانيا بقى، وده الاهم، يوم ما تعملي مشكله مع اي حد مش هيمسك فيك لوحدك، هيمسك فينا احنا الاثنين. طيب خلاص، تاهت ولقيناها. انا بقى هخرجك من الموقف السخيف ده. ازاي بقى؟ اديني البرنامج منتج منفذ وانا سلمه للمحطه جاهز. في اي وقت انا وانت ممكن نقعد مع بعض ونفسخ العقد. قلت ايه؟ نجار؟ لا طبعا مش موافقه. استنى بس يا بنتي. استنى ايه تاني؟ حضرتك مش سامعه بيقول ايه؟ امال عايزاني اعمل ايه بس؟ مش دي الحاجات اللي بعرف اعملها؟ لا طبعا، انت محامي ومحامي شاطر جدا كمان، وانا بقى غلط لو وافقتك على اللي انت عايز تعمله ده. انا مش فاهم انت ليه عايز تضيع مستقبلك. لو فضلت قاعد جنب المحاماه لغايه مشكله مهدي ما تتنسي مش هيبقى عندنا مستقبل اصلا. سكت ليه يا استاذ؟ ما تقول حاجه. مستني اما بطلوا خناق. انا مش بتخانق، انا خايفه عليه. انا عارف والله. بص، قبل ما تديني محاضره في الاخلاق، اللي عنده بديل اللي انا بقوله دليل عليه. انا بصراحه غلب حماري يا حبيبي. ما في داهيه الفلوس اللي هتخليك تضيع نفسك كده. وهنعيش منين؟ نتصرف. طب انا بتصرف اهو. طب بس اهدوا كده وصلوا على النبي عشان اعرف افكر كويس. على الصلاه والسلام. على فكره انتوا الاثنين كلامكم مظبوط، عشان كده لازم نوصل لحل وسط. حل وسط ازاي؟ ايه دي فيها حل وسط؟
اسمع وانت ساكت مغفل. انتوا فعلا انتوا الاثنين على حق. احنا لازم ندور على شغلانه تشتغلها لحد المشكله دي ما تنتهي. واللي انت عملته ده احسن حل لغايه دلوقتي. يعني ايه حضرتك موافق يا استاذ؟ وبعدين الوقت اللي هيتكلم هيتضرب. انا فاهمك. انا موافق مؤقتا. برضه مش فاهمه؟ يعني لما ظروف مهدي دي تنتهي خالص هيرجع لمهنه المحاماه تاني. ايه سكت ليه؟ مش عارفه بصراحه. بس انا مش مبسوطه كده. مش هين عليا بهدلته دي. عارف والله. عارف. معلش يا بنتي. نصيبنا هنعمل ايه؟ سامع سامع مغفل. شايف البنت بتحبك قد ايه؟ قوم قوم بوس راس مراتك وبوس ايدها. قوم يلا. وهيدا قدامي. انك هترجع لشغلانتك اول ما الظروف دي كلها تتغير. من غير وعود يا استاذ. انت فاكر يعني اني فرحان باللي هعمله ده؟ ما هو ده اللي وجع لي قلبي. انا مش عايزك تعمل في نفسك كده. حبيبتي فهمي. هو انت فاكر ان انا هشتغل نجار عادي ولا نجار اي كلام؟ لا ده انا هعمل تحف وانتيكات. يعني تقدري تعتبريني رجعت الحلم القديم بقى فنان ونحات. يا سلام. اه والله هتسالي الاستاذ شاكر. يا سيدي مالكش دعوه بالاستاذ شاكر. قوم خد براتك وروحه. سندوا على بعض. دفوا بعض. وهو تنام وانتوا زعلانين. فاهمين؟ يلا بقى يا حبيبي. يلا يا ستي. يلا. حول ولا قوة الا بالله. يا عيني عليك يا ابني. دايما حظك قليل كده. ما تقوليش كده يا ماما. ابنك راجل. وبعدين ليه ما دقت على راس طبول؟ لعلمك بقى انا حاسس ان ربنا يفرجها قريب ويفتحها علينا من واسعة كمان. بس انت دعيلي. بدعي لك دايما يا حبيبي وربنا اللي يعلم. والصنيوره بتاعتك رايها ايه؟ والله يا ماما اتخانقت معايا كتير قوي على الموضوع ده وتعبتني لغايه ما اقتنعت. وتتخانق معاك انت ليه؟ لهو بايدك انت؟ هي ناسيه ان كل ده من تحت راسها هي. وهي ذنبها ايه بس يا ماما؟ ادم الساعه ادم الساعه. كله مقدر ومكتوب يا حبيبتي. وحيد الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله يا بكرة تفوق وتهلا وتقولي نادر قال. تابع يا أيمن تجهيز القوة اللي هتطلع. وأنا هوصل لغاية البيت أطمن على ليلى وأرجع لك في الميعاد. طب يا باشا ما تخلي سعادتك مرتاح في البيت وأنا أطمنك بالتليفون. ومن إمتى يا ابني وأنا بتابع عملية من البيت؟ مش كفاية إن أنا مش هطلع معاكم؟ يا باشا الساعة بقت 12 واحنا هنتحرك الفجر. يعني سعادتك مش هتلحق تروح البيت ترتاح وترجع تاني. معلش معلش والله انا لولا الظروف كنت رايح على الكنبة شوية دول. بس انت عارف ما اقدرش اسيب ليلى. هي اخبارها يا باشا دلوقتي مش احسن شوية؟ لا والله يا ايمن انا حتى بفكر اعرضها على دكتور نفساني. البنت اتطفت ودبلت كده حالتها كل يوم بتبقى أسوأ من اليوم اللي قبله. معلش يا باشا ان شاء الله يومين ويعد على خير. يا رب. اتفضل سعادتك اشتراح ترتاح. هو انا ممكن يكون وشي وحش زي ما مامتك بتقول؟ مين دي اللي وشها وحش؟ ده انت القمر اللي نور لي دنيتي. قمر ايه بقى؟ ده انت يعني من يوم ما شفتني وانت مش ملاحق على المشاكل. الحاجة اللي مش ملحق عليها من يوم ما عرفتك هي الفرحة والرضا والسعادة. طب والله انت أعلى حاجة عصرت لي في حياتي من يوم ما اتولدت. ربنا يخليك ليا يا حنين. يعني انت مش زعلان؟ بصيتي في عينيك بتمسح اي زعل. وبعدين هزعل ليه؟ محدش عارف الخير فيه وربنا ما بنساش حد. ولا ما بدي. ألو مروة تورز للسياحة؟ لا يا فندم
الحقيقه مستر حسام في ميتنج مهمه دلوقتي ومش هينفع يرد على التليفون. تحب حضرتك تسيب له اي مسج؟ اها اوكي يا فندم هبلغه. باي باي. تبين عليكم اخوكم فوت، بطلوا طمع. فلوس ايه دي اللي انتوا عايزين تزودوها يا حسام بيه؟ الشغل دلوقتي ما بقاش يجيب همه، والفلوس اللي احنا بناخدها ما توزيش المخاطر اللي احنا بنتعرض لها. ليه يا محي؟ فهمني كده. انت يوم ما اشتغلت معانا مش كانت المستشفى بتاعتك بتنش وكنت هتقفلها لولا القرشين اللي كانوا بيقولك من عمليات الترقيع والاجهاض؟ في ايه يا حسام؟ ثم ايه المخاطر اللي انت بتتعرض؟ انا عايز افهم الجمله دي. انت طول عمرك شغال في الشمال ولا انت هتعملهم عليا انا يا سي محي؟ وانت يا ست هاني؟ انا ايه؟ انت ايه؟ انت عارفه كويس قوي انت ايه؟ لا انت اللي عارف كويس انا مين وبنت مين، والموضوع ده لو اتكشف الدنيا هتتقلب. مش احسن من المخدرات اللي كنت بتبيعيها لاصحابك عشان تجيبي حق مزاجك؟ ها؟ ولا ايه؟ يا حسام يا حبيبي بقول لكم ايه؟ اوعوا تعملوا عليا شرفه وبتخافوا من الاونطه دي، انا ما باكلش من الاونطه، ده انا جايبكم من قعر صفيحه الزباله مش من الجامع. فسمته ايه الكلام ده بس يا حسام؟ ما انتوا اللي جايبين الكلام لنفسكم. وفيها ايه بس لما نطلب قرشين زياده؟ ده الشغل كتير والمكسب كويس. انتوا دارينين بحاجه؟ الموضوع ده مكلف جدا، ولا انتوا فاكرين ان انتوا بس اللي بتاخدوا فلوس؟ يا حسام بيه، الشغل اليومين اللي فاتوا طيب بسم الله ما شاء الله مزهزه، بقى ان احنا مش طالبين مبالغ كبيره ولا حاجه، دول يا دوب 20%، ده الموظفين بياخدوا على 10% يا اخي. منين يا حبيبي؟ انا ماليش دعوه، انا زيكم، انا باخد حسابي وماليش دعوه. ثم الناس اللي مدورين الموضوع ده لو انا فتحت معاهم حوار الفلوس ده هيقطعوا رقبتي قبل رقبيكم. خلينا نقعد معاهم واحنا هنتصرف. 100 مره قلت لك اليوم اللي هتعرفيهم فيه مش هتلحقي تعيشي غيره. فاهدي كده يا ماما وعقالي، وما تعمليش زي الدبور اللي بيزن على خراب عشه. المقابله انتهت. يا حبيبتي عاوزه حاجه؟ خلاص هتنزل؟ يا دوب بقى الحق معاد الورشه، ولا عاوز الناس تقول على جوزك مش بتاع شغل من اول يوم؟ طب خلي بالك من نفسك. حاضر. اوعى تخلي اي حاجه تزعلك مهما حصل. حاضر. ولو حد ضايقك بكلمه او اي حاجه ما تسكتلوش. اضربه يعني؟ اه. حاضر. وحبني اكتر من كده؟ اه. حاضر. مفكر فيا طول ما انت في الشغل. بس كده مش عارف اشتغل. لا هتعرف، انت شاطر وبتعرف تعمل كل حاجه. ماشي يا ستي، في تعليمات تانية وهروح شغلي بقى. لا خلاص مش عايزه اعطلك، روح. ماشي يا حبيبتي. لا اله الا الله محمد رسول الله. نادر. ايه تاني؟ بحبك. وانا كمان بموت فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله ينور يا رجاله. اهو كده. هو ده الشغل. انت لمزتك عادل بيه. القبض على العيال دي هيفرق معانا كتير قوي في الفتره اللي جايه. على الاقل هيهدي جرائم السرقه بالاكراه شويتين كويسين. بس يا باشا كميه السلاح اللي كانت موجوده في مخازنهم كانت رهيبه. انا مش عارف هنعمل ايه في كميه السلاح اللي موجوده دي يا باشا. لا يا عصام دي حكايه كبيره قوي، هتاخد معانا سنتين ثلاثه على ما نقدر نلمها تاني. المهم يا ايمن، انا عايز محضر ما يخرش الميه. مش عايزين بعد اللي عملتوه ده كله يطلع لنا حته محامي يبوظ كل اللي عملناه. تلاش سعادتك، المحضر مفهوم ضبه ومفتاح. وما تنساش كمان يا ايمن ترفق بالمحضر ده كل الشرايط اللي اتصورت اثناء عمليه الاقتحام. تمام سيادتك. طيب انا هعدي على البي مدير الامن دلوقتي علشان اطمنه، وبعدين هروح اريح شويه. لو عوزتوا حاجه ابقوا كلموني. طب يا باشا يعني في ايه يا عصام؟ ما تنطق باشا. المكافاه اللي سعادتك وعدتنا بيها. اطمن اطمن يا عصام، عادل هلال لا بينسى ولا بيرجع في كلامه. امال يا بني ادم انا رايح لمدير الامن ليه؟ انا فاكر يا باشا انت قلت هطمنه. لا يا خفيف، انا طمنته فعلا في التليفون. انا رايح علشان امضي المكافاه بتاعتكم. ربنا يخليك لينا يا باشا. عليه يا زياد، انتوا اللي تعبتوا تبقوا تستاهلوا المكافاه. وبعدين في الاول وفي الاخر انتم ولادي، انا لا يمكن اتاخر ابدا عن اي حاجه تفيدكم. يلا همكم كده تخلصوا شغلكم واشوفكم بعد الظهر.
ورشة وكده والحاجات ولا لسه؟ الحمد لله. وبعدين انا مش غريب عن المكان يعني، ما تنساش ان انا كنت شغال هنا يجي من 10 سنين. لا بس احنا غيرنا حاجات ياما في ال10 سنين دول. باين. الله يوسع عليك. بص بقى يا معلم، احنا اليومين دول شغالين في تشطيب فيلا في التجمع الخامس بتاعت واحد من الشباب قوي. تمام تمام. الراجل ده بقى شغل الخشب عنده بزيادة، يعني غاوي تجليد حيطان، حليات، انتيكات، ودي حتتك بقى فنان. وانا تحت امرك. تمام، يبقى بعد ما تخلص تعدي عليا عشان اوريك الكتالوجات اللي جابها لي الزبون، ونكمل كلامنا بالمره. امين؟ امين. ماشي. يلا يا رجاله ورانا شغل كتير، يلا. بس يا ستي، وبعد ما خلصنا رحت داخل على مدير الامن مكتبه، قلت له بقول لك ايه؟ كده مش هينفع، مش هينفع كده. انا عايز اقعد مع لولا بنتي حبيبتي شويه. انا النهارده اجازه. بص لي كده وما ردش. قلت له وعلى الله حد فيكم يكلمني في التليفون حتى. ورحت خارج من مكتبه وجاي لك على طول. ايه رايك بقى؟ اخرتها ايه يا حبيبتي؟ غصب عني والله. طيب معلش معلش، ولا يهمك. بقولك ايه، ايه رايك تقومي تغيري هدومك وتلبسي حاجه لطيفه كده وننزل نغير جو، نوصل حتى لغايه عياده الدكتور سالم. دكتور سالم؟ انا نسيت اقولك. صحيح، انت فاكره الدكتور سالم جودت جارنا ده بتاع زمان اللي كان صاحبي شويه كده؟ بتاع النفسيه؟ قابلته اصلا امبارح بالصدفه، ما بقاش مصدق نفسه وقاعد يسال عليك ويقول لي ليلى وحشاني جدا. قلت له ايه، ليلى كبرت دلوقتي وبقت عروسه؟ قال لي نفسي اشوفها. قلت له خلاص في اقرب وقت هعدي عليك انا وهي. ما يلا يا حبيبتي يلا. والله يا دكتور انا قلت لها نفس الكلام اللي انت بتقوله ده، بس يظهر بقى انها بتتلكك علشان تيجي تشوفك. ومين قال اني مش عارفه الكلام ده؟ وفاهمه اني لازم انسى اللي حصل واعديه وكل اللي انت بتقوله ده، بس ما بقدرش، مش قادره اعديه. اعمل ايه يعني؟ ممكن تسال رافين يا حبيبتي، لو مش قادره تعملي ده لوحدك نعمله احنا الاثنين مع بعض، وسيبك من ابوك ده خالص. يا سلام، يعني اطلع انا منها. ماشي. بص يا حبيبتي، انت هتجيلي مره كل اسبوع نقعد فيها مع بعض شويه، وحابه اقول لك كده على شويه دواء يعني هيوصلوك الحاله كويسه جدا ان شاء الله. ده ليه؟ وانا حالتي زفت قوي كده؟ جرالك يا لولا. الله، انت هتعملي زي الناس الجاهله مش فاهمه حاجه، ادويه هتهدي اعصابك وتفتح شهيتك للاكل. مهدئات يعني؟ بقول لك ايه، سيبيني انا عندي شغل. اتفضلي روح الاوضه اللي جنبي هتلاقي المساعده بتاعتي، هتقيسك الضغط وهتاخد منك عينه الدم نبعتها معمل التحليل. يلا حبيبتي اتفضلي. يلا يلا يا حبيبتي يلا. وبعدين يا سالم، ما اخبيش عليك يا عادل بيه، واضح ان ليلى عندها حالة اكتئاب شديدة جدا، وكويس انك جبتها لي في التوقيت دوت. يعني ايه الكلام ده؟ مريض الاكتئاب يا عادل بيه لما بيقعد فترة طويلة من غير علاج بيوصل لمرحلة ممكن يأذي فيها نفسه او يأذي غيره. طب والحل؟ نبتدي العلاج من دلوقتي، انت تجيبها لي في الميعاد وتراقبها عشان تعرف انها بتاخد الادوية بتاعتها بانتظام، ان شاء الله خير. بس هتخف يا سالم مش كده؟ بإذن الله هتخف، واضح ان الموضوع كان اكبر منها. انت عارف ليلى طول عمرها رقيقه جدا وعاطفيه، الحيوان طليقها ده كان هو كل حياتها من ساعه ما دخلت الجامعه. ان شاء الله خير يا عادل بيه، بس المساله محتاجه شويه صبر. يا رب يا سالم. وطلع روحي على ما اتفقنا على سعر الشغل اللي طلبه، بس ابنك مش سهل برضه،
ضربت له رقم في العالي عشان عارف انه هيفاصل معايا. ربنا يوسع رزقك يا حبيبي ويهدي لك بالك. ايوه النبي يا ماما، الدعوتين الحلوين دول. انت عارفه الشغل لو مشي بالطريقه دي هنعمل فلوس حلوه قوي، وهمنجهك بقى انت وحنين اخر منجه. يا حنين مالك ساكته ليه؟ لا يا حبيبي مفيش، سلامتك. تلاقيكي سرحانه في الفلوس الكتير اللي هتيجي وهتصرفيها ازاي؟ سيبك من الفلوس وطمني، انت مرتاح في الشغلانه دي؟ طبعا مرتاح. راجل بيعاملني احسن معامله وواخد وضعي بقى احسن من المحاماه والجري في المحاكم ووجع القلب ده كله. قادر بلاش الكلمتين البكش اللي بتضحك بيهم على امك ومراتك ده. كلمنا عادل. عاوز ايه يا استاذ؟ بزبطك انت مبسوط بالشغلانه اللي انت بتشتغلها دي؟ يعني ايه مبسوط؟ مفيش حد بيشتغل عشان يتبسط. الشغل ده اداه لكسب الرزق، وانا الحمد لله بكسب كويس قوي من الشغلانه بتاعتي دي. طيب ليش مبسوط؟ مرضي يعني؟ الحمد لله الحمد لله. امر ما يسلمش طبعا، ساعات بتصعب عليا نفسي ان علي بيقول لي يا اسطى وانا راجل خريج جامعه ومحامي، وانا بقول له يا باشمهندس هو مش خريج اي حاجه خالص. بس ارجع اقول لنفسي الكلام مفيش عليه جمرك، من الناس ماشيه في الشارع تقول لبعض يا باشا، كانوا باشاوات بجد. هو كلام يا استاذ. بلاش الاحباط اللي جواك ده، بلاش لا ينفجر في وشك في اي وقت. ما تخافش عليا يا استاذ، طول ما معايا حنين مش عايز اي حاجه تانيه بالدنيا. ايه ده؟ ايه واد ده؟ ايه واد يا عاطفي يا حنين ده؟ ازاي يا صحيح؟ انا بقالي يجي اسبوع ما شفتهاش. الحمد لله كويسه. وعامله ايه مع الست الوالده؟ احسن من الاول كتير طبعا، يعني تعرف ما هو لسنه. لسه بتجيب لها ست الملجا وكلام الفارغ ده؟ لا والله خالص، بس تلقح كلام على موضوع ان الحمل اتاخر وكده. معلش معلش، عندها حق، كل الامهات كده. ومع ذلك هو فعلا نفسنا يا اخي نشوف لك حتة عيل كده قمر وجميل زي امه يعني. ليه هو ابوه قرد يعني ولا مش قوي كده؟ هو يعدي يعدي. بقول لك ايه، ما بتاخدوا راي دكتور؟ زي ما قلت لكم انتوا الاثنين سلام وممكن تخلفوا بكل سهوله. طب الحمد لله، بس مش من بعض. يعني الحقيقة انتوا عندكم حالة نادرة شوية، جسم الزوجة ما بيقبلش الحيوانات المنوية للزوج وبيتعامل معها كأنها جسم غريب أو ميكروبات وبيقتلها، عشان كده ما بيحصلش حاجة. ازاي احنا الاتنين سلام وما ينفعش نخلف؟ ما انا قلتلك انتي لو اتجوزتي راجل تاني غيره تقدري تخلفي عادي جدا، وهو لو اتجوز ست تانية غيرك يقدر يخلف عادي جدا.
انما انتوا الاثنين ما تقدروش تخلفوا انتوا مع بعض.